عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن قلقها الشديد على شقيقها شادي، لافتة إلى أنه تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وفي التفاصيل أعلنت الفنانة اللبنانية أن شقيقها متواجد في طوارئ إحدى المستشفيات اللبنانية من دون رعاية طبية. وقالت النجمة اللبنانية في تغريدة لها عبر حسابها الخاص على تويتر: يا رب ساعد خي شادي وشفيه من كورونا، كتير هالقد يا ربي، كتير كتير علي بسنة وحدة، يا رب تحميه وتخليه لعيلته ولأولاده. وأضافت شاكية مما يتعرض له من عدم اهتمام بحالته الصحية قائلة: شاب بأول عمره ينلق هيك بالطوارئ، والله حرام يا رب، ساعدنا كلنا وشفي مرضانا، ما قلنا غيرك يا قديس شربل، صلي لأجلنا، صلي للجميع ولا تنسى أخي. وتفاعل متابعو النجمة اللبنانية مع تغريدتها على تويتر متمنين الشفاء العاجل لشقيقها، داعين الله بأن يخفف عنه آلامه وأن تكون إصابته ليست بتلك الخطورة. هذا وكانت الفنانة اللبنانية قد دعت أمس متابعيها للمشاركة في صلاة مسبحة الوردية لرفع الدعوات من أجل انتهاء فيروس كورونا والحد من انتشاره في لبنان. ووجهت نادين نسيب نجيم رسالة بخصوص ذلك من خلال خاصية ستوريز على حسابها الخاص على إنستغرام. وجاء في رسالة نادين نجيم: اليوم خلونا نتشارك كلنا صلاة مسبحة الوردية على نية لبنان ونهاية هالوباء الكارثي. وعلى صعيد منفصل، ذكرت العديد من التقارير الفنية أن القائمين على مسلسل صالون زهرة اختاروا الممثل معتصم النهار ليشارك الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطولة العمل بعد انسحاب الفنان سامر إسماعيل، حيث أكدت المعلومات على أن انسحاب الأخير يأتي للمشاركة في مسلسل داون تاون الذي يجري تصويره في لبنان، ويشارك في بطولته ستيفاني صليبة وأمل بشوشة.